حابة أبارك وأهني المستشفى الدكتور سليمان فقيه على 46 سنة، على التقدم والتطور اللي بيعملوه، كل الإنجازات والأشياء اللي بتصير كلها أشياء حلوة نفتخر فيها إنه في مستشفى في المملكة قدرت تأخذ تصنيف أفضل مستشفى معها كل التصنيفات اللي قدرت تحصل عليها. كان عندي مشكلة صحية وأي مكان أروح له يحلوا لي الموضوع بمسكن. كان عندي فوبيا من الدكاترة، فوبيا من الإبر، فوبيا. جيت على مستشفى سليمان فقيه، عرفوا إيش مشكلتي، عرفوا كيف يتعاملوا معايا، كيف يعاملوني، كيف يعالجوني، كيف يهتموا فيني. فالاهتمام والرعاية قسم البيشنت إكسبيرينس حكاية تانية، قسم الإدارة، العالم كلها، كل أحد في مستشفى سليمان فقيه يهتم بالمريض ويحاول يحسسه إنه هذا بيتك، ترى أنت مو في مستشفى، كأنك في البيت. فيعني هذا يعتبر سيمبل أو شيء بسيط من أسباب أو سبب بسيط اللي خلاني أتعلق في سليمان فقيه.